أهلا فيكم بقناتي وبأول فيديو لسنة 2022. إن شاء الله يا رب تكون سنة خير عليكم، تحققوا فيها أحلامكم وكل شي بتتمنوا. عنوان حلقتنا لليوم عنوان مختلف، قانون الجذب. عمركم سمعتوا فيه؟ قانون الجذب هو السر اللي حكت عنه الكاتبة روندا بايرون في كتابها The Secret. رح أحكي لكم عن هذا القانون بالمختصر. بحكي القانون إنه أنت بتجذب الأشياء اللي بتفكر فيها. فكرت بشغلات إيجابية رح تجذب الأشياء الإيجابية اللي فكرت فيها، وفكرت بأشياء سلبية رح تجذب هاي الأشياء السلبية لحياتك. The Law of Attraction أو قانون الجذب موجود عندنا في ديننا أصلاً، موجود بي أنا عن ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. لو إحنا فكرنا بالشغلات الحلوة وظنينا الظن الحسن رح يصير فعلا الإشي اللي ظنينا فيه. أما لو فكرنا بالشغلات السيئة أو أخذنا أي موضوع بجانب سلبي أو سيء رح يصير فعلا شو ما منفكر. ونجي لها من ناحية البيولوجية، لما إحنا نسأل حالنا سؤال دماغنا رح يصير يحاول يلاقي الإجابة المناسبة لهذا السؤال. لو أنا سألت حالي كيف ممكن أنجح في مادة معينة رح ألاقي دماغي بيعطيني إجابات لهذا السؤال، ممكن أنه عن طريق الدراسة، عن طريق أنه أحضر فيديوهات يوتيوب إلى آخره. بس لو حولت السؤال كيف ممكن أدرس بطريقة ممتعة رح ألاقي دماغي بيعطيني إجابات تانية، ممكن يحكي لي أنه ممكن أدرس مثلا وأنا بتمشى في حديقة. فالأفكار اللي منعطيها لدماغنا كتير مهمة، لأنه إحنا شو منعطي لحالنا أفكار دماغنا بصير يشتغل على هاي الأفكار ويحاول يلاقي لها طرق. لو أنا مثلا عم بفكر كيف ممكن أنجح بمادة رح ألاقي أشياء تساعدني على أني أنجح، رح ألاقي حلول بيعطيني إياها دماغي تساعدني على النجاح. أما لو أنا فكرت وصرت أحكي خايفة أرسب، رح أرسب، يمكن أرسب، رح ألاقي أنه فعليا دماغي رح يعطيني أي طريقة تساعدني للفشل، للرسوب، لأني ما أنجح بالإشي اللي أنا بدي إياه. أو ممكن مثلا أنجح بس على الحف. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تأملوا ممارساتكم، تأملوا أفكاركم. لو أنا حطيت في بالي أشياء معينة حابة أوصل لها، حابة مثلا أمتلك شغلات معينة، حابة أوصل لبوزيشن معين، حابة مثلا أعيش في مستوى معين، فهاي الأشياء أنا حابة أوصل لها، بس هل ممارساتي، هل أفكاري بتعكس هذا الإشي ولا لا؟ مرات بتكون في أشياء موجودة في العقل الباطن تربينا عليها من وإحنا صغار، أشياء موجودة في العادات والتقاليد مثلا بتخلينا نفكر بطريقة معينة، زي مثلا نفكر إنه إحنا لازم ندرس، نتخرج، نشتغل بوظيفة. طب مش شرط أشتغل بوظيفة، ممكن يكون إلي بزنس. فهاي الأشياء إحنا تعودنا عليها، تربينا عليها، صارت موجودة في عقلنا اللاواعي. فإحنا لازم ننظف عقلنا اللاواعي، ننظف عقلنا الباطن بالأول قبل ما نفكر شو الشغلات اللي إحنا فعلياً بدنا إياها. لأنه ممكن أكون أنا بدي شغلة معينة وأحاول فيها وأصير أفكر إنه أنا بدي هاي الشغلة وبدي أحصل على هاي الشغلة، بس نيجي لباطنياً في عقلنا الباطني نلاقي إنه في أفكار متضادة، فأنا لازم أشتغل على هاي الأفكار، أصفيها لحتى أقدر فعليا أوصل للأشياء اللي أنا بدي إياها. الأشخاص اللي طلعوا من أمراض خطيرة وأمراض مميتة وتشافوا منها، فكركم هدول شو كانت أفكارهم؟ هل كانت أفكارهم استسلام وانهزام للمرض وخلص أنا مريض وتعبان، أخذوا الدواء وما تعالجوا أو تعالجوا؟ لا، الشغلة مش بس أدوية، الأفكار إلها دور كبير. لو الواحد فكر إنه هو خلص ما فياته إشي، هو منيح، هو تحسن، هو رح يتحسن، يعني أكيد هاي الشغلات ما رح تمشي لحالها بدون مسببات، فلازم إحنا نعقل ونتوكل. فأعمل اللي علي، ألتزم بالدواء، ألتزم بالنظام الغذائي اللي حط لي إياه دكتور، ألتزم في الشغلات اللي لازم ألتزم فيها، بالنهاية رح يصير في الشفاء. قانون الجذب أبدا ما بيعني إنه أنا ما أعمل ولا إشي وأستنى الأشياء تيجي لعندي. أفكر في الشغلة أنا بدي سيارة أو بعد شوي ألاقيها إجت،
أكيد لا، لازم أسعى ولازم أشتغل، فأنا أفكاري رح تساعدني على أني أسعى في هذا الاتجاه، على أني أسعى أحصل على هاي السيارة، أو على أني أسعى على أنه مثلا أطيب من مرض معين. طيب، حكينا عن الـ Law of Attraction أو قانون الجذب، حكينا كيف بصير وآليته. هلأ بدنا نشوف شو هي الخطوات العملية اللي لو عملتها ممكن تساعدني في الحصول على أي إشي أنا بدي إياه، أو التخلص من أي إشي ما بدي إياه. الخطوة الأولى، اعرف شو الشغلات اللي ما بدك إياها. يعني أنا ما بدي مثلا أكون مريضة، ما بدي أكون عندي ديون، ما بدي تكون صحتي مثلا كذا، فنفكر شو الشغلات اللي إحنا ما بدنا إياها. الخطوة الثانية، حدد شو الشغلات اللي بدك إياها بوضوح. يعني أنا بدي أحصل على وظيفة كذا، أنا بدي يصير معاي مثلا مبلغ كذا، أنا بدي أوصل للمعدل الفلاني، أنا بدي أمتلك السيارة الفلانية، بدي أمتلك البيت، بدي أمتلك شغلات معينة، أشياء أنا حابيتها. فنفكر في هاي الشغلات اللي إحنا بدنا إياها، نحددها ونكتبها على ورقة قدامنا. الخطوة الثالثة، نعمل vision board. الفيجن بورد هو عبارة عن لوحة، هاي اللوحة ممكن تكون إلكترونية، بحطها wallpaper على الموبايل أو على اللابتوب أو على الآيباد، أو ممكن تكون فيزيكال، يعني إشي ملموس أحطها مثلا على الحيط اللي قدامي على المكتب أو على نفس المكتب. هاي اللوحة بتشمل صور، هاي الصور هي عبارة عن الأشياء اللي أنا حابة أوصل لإلها أو حابة أحصل عليها. بدي أدرس تخصص معين مثلا، فبحط صور إلها علاقة بهذا التخصص، بحط عبارات تحفيزية، عبارات إيجابية، عبارات بتحفزني وبتشجعني على أني أشتغل لهذا الهدف. حابة أوصل لمثلا وزن معين، حابة أوصل لطريقة حياة أو لايف ستايل معين، فبحط صور إلها علاقة في هذا الموضوع. رح أحط لكم بعض الاقتراحات هون، صور تشوفوا كيف ممكن نعمل فيجن بورد خاص فينا. نخلي البيئة المحيطة فينا بيئة إيجابية، بيئة داعمة، لأنه أي إشي منشوفه بيعكس على حياتنا، بيعكس على نفسيتنا، بيعكس على أفكارنا. فمنجمع صور، منحطها مع بعض، منحطها على الديسكتوب، نحطها على المكتب. هيك أنا بصير شايف الأشياء اللي بدي إياها دايما، لأنه أي إشي مرئي سهل إني أتذكره، وسهل إني أحصل عليه، سهل إني أسعى لإله. لما بشوف أهدافي، لما بشوف الأشياء اللي أنا نفسي فيها، الأشياء اللي أنا حابة أمتلكها، بشوفها قدامي، هذا الإشي رح يساعد دماغي على إنه يسعى تجاه هاي الأشياء، رح يسعى إنه يدور لي على طريقة تساعدني أوصل لأني أحصل على هاي الشغلات، أو أمتلك هاي الشغلات، أو أوصل لهذا الهدف. الخطوة الرابعة، نظف أفكارك من الشغلات السلبية، من المعتقدات اللي بتحدد إمكانياتك. يعني إحنا ومن وإحنا صغار مثلا، ممكن يكون حد سمع عبارة أنت غبي كتير، سمع عبارة أنت فاشل، سمع عبارة أنه أنت ما بتزبط لإشي، أنت ما بتنفع لإشي، أنت آخرتك كذا. فهاي العبارات احنا سمعناها وصارت موجودة في العقل الباطن، فلازم ننظف هاي الافكار، لانه هاي الافكار هي اللي بتحدد انه احنا ما رح نقدر نوصل للاشي اللي بدنا اياه، لانه انا انبنيت على هاي الافكار. فلازم اعمل كلين اب، انظفها تماما، اخلي دماغي بس مركز على الاشياء اللي انا بدي اياها، على الاشياء الايجابية، على الاشياء الحلوة في حياتي. لانه تذكروا انه احنا كلياتنا بنستحق انه نوصل لاي اشي بدنا اياه، بنستحق انه نحصل على الشغلات الحلوة، بنستحق انه احنا نعيش حياة حلوة سعيدة فيها كل الشغلات اللي احنا بنتمناها. الخطوة الخامسة، لما تحصل على هاي الشغلات اللي انت بدك اياها، كيف رح يكون شعورك؟ حس كأنك امتلكت هذا الاشي، حس كأنك رحت على هذا المكان، حس كأنك سافرت، حس كأنك عشت هذا الجو اللي انت بدك اياه، حس كأنك وصلت لهذا التخصص اللي انت بدك اياه. اشعر بشعور فرحتك بنجاحك في التوجيهي مثلا. شوف هاي الاشياء، احساسك فيها هو اللي رح يدفعك على انك تكمل وتستمر. اجلس جلسة تأمل مع نفسك وفكر، لو أنا وصلت لهذا الإشي، لو أنا امتلكت هاي السيارة، لو أنا حصلت على هاي الوظيفة، لو أنا امتلكت الإشي اللي بدي إياه، لو كانت صحتي تمام 100%، لو تخرجت من الجامعة بالتخصص اللي أنا بدي إياه، كيف رح يكون شعورك في هذا الوقت؟ اقعد مع حالك وحس بهاي المشاعر.
الخطوة السادسة والأخيرة توكل. إحنا بنعمل اللي علينا وبنشتغل كل إشي وبنعمل واجباتنا وبنعمل الأشياء المطلوبة منا، في النهاية لازم نترك الأمور على ربنا، نتوكل على ربنا ونكون متأكدين وعنا إيمان إنه ربنا رح يساعدنا نوصل للإشي اللي بدنا إياه لو كان في خير لإلنا. فإذا لما تكون الشغلات اللي أنا بدي إياها واضحة مبينة مكتوبة قدامي موجودة على شكل صور قدامي، رح يسهل هذا الإشي علي إني أسعى لإني أوصل لهاي الشغلات. لما نسعى ونعمل كل شيء علينا ونعمل كل جهدنا، بالنهاية لازم نتوكل على ربنا ونترك الأمور ورح نشوف النتيجة اللي إحنا بدنا إياها. إذا عندكم تجارب مع قانون الجذب اكتبوا لنا إياها تحت في التعليقات أسفل الفيديو. إذا لسه مش مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل فيديو جديد، ولا تنسوا لايك كومنت وشير. لاقوني كل ثلاثة في ومضة إفادة معي أنا أفنان حمادة. يعطيكم العافية.